دكتورة علا، يعني كلمينا عن هذه الرحلة. هل أنتم بيكون برنامج طويل مدة عام، بتسافروا إلى مدن مختلفة في المملكة؟ أول شيء الفلاش باك هذه للأعوام السابقة، لو تشوفي يعني لو أقول لك ثلاثة أربع المواهب اللي ظهرت الآن هي في سوق العمل فعلياً ومبدعين الآن في السوق. جولة جميلة بدينا ب2021 بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه. تخيلي إنه إحنا نزول مناطق المملكة 13 منطقة من الشمال للجنوب والشرق والغرب، يعني وصلنا حائل، وصلنا العلا، وصلنا الأحساء، جازان، أبها، فاكتشفنا أكثر من نقدر نقول أكثر من 6000 موهبة في كل سنة. طبعاً هذه عبارة عن إنه إحنا نزول مناطق المملكة، ما في فنان، نقول ما في فنان سواء في مجال التمثيل أو في مجال الإخراج، الإنتاج، الغناء، ما نزل معانا فعلياً، وكان ضمن هذه يعني عملية البحث في اكتشاف هذه المواهب في جميع أنحاء المملكة. الشكر موصول لهم فعلاً، وصلنا لنتائج جميلة. بعدها ننتقل لمرحلة في كل مدينة نكتشف في 12 اختصاص موهبة تنافس الموهبة الثانية، نقول في المناطق الثانية على مستوى المملكة في الرياض، ويكون عندنا الفائز في المركز الأول والثاني والثالث، في جوائز عينية وفي جوائز إنه إحنا ندعمهم من خلال المشاريع.